تنفيذا لامر صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع 5000 وحده وخدمه سكنيه، اعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان عن مواصله الوزاره لاجراءات توزيع مشروع البحير الاسكاني على المواطنين المستفيدين، مشيرا الى ان مشروع البحير الاسكاني يعد من ابرز المشاريع الاسكانيه التي تنفذها الوزاره بالمحافظه الجنوبيه، وانه يعد احد روافد الخطه الاسكانيه لتنفيذ الالتزام الإسكانية الوارد في برنامج الحكومة بشأن العمل على توفير 25000 وحدة سكنية، مؤكدا أن دعم الحكومة الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ساهم في الإسراع بتوزيعه على المواطنين. أفاد الوزير بأن المشروع يمتاز إلى جانب موقعه بتضمنه للعديد من الخدمات والمرافق التي تخدم قاطني المشروع، كمناطق مفتوحة لألعاب الأطفال ومسارات خاصة للمشاة والدراجات الهوائية، لافتا إلى أن المشروع سيسهم في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار في المحافظة الجنوبية، ومفيدا بأن طلبات تلك المحافظة شهدت تقدما خلال السنوات الأخيرة من حيث وتيرة تلبية الطلبات الإسكانية بها، لا سيما بعد توزيع المراحل الأولى بمدينة خليفة ومشاريع المجمعات السكنية في الرفاع الغربي والرفاع الشرقي. كل الشكر والتقدير لجلالة الملك الله يحافظه وجهود سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تفضل بأوامره بسرعة إنجاز هاي الوحدات السكنية للمواطنين، وكل الشكر والتقدير لجميع الموظفين وزارة الإسكان على رأسهم وزير الإسكان. أشكر كل من ساهم في ذي المشروع على رأسهم جلالة الملك الله يحافظه وسمو ولي العهد، وأشكر وزارة الإسكان والخوات مشكورين ومقصرين. إجراءات الاحترازية ممتازة الحمد لله، ما أخذ لنا حتى 5 دقائق من إجراءات. أشكر الجميع على كل شيء والحمد لله، حتى الاتصال كان سلس ووصولنا سلس، يعني ما أخذ لنا 5 دقائق في كل الإجراءات. والله يعني مهما شكرنا لساني يعجز عن الشكر، خاصة حق وزارة الإسكان وكل العاملين فيها على الضغوطات اللي تصير معاهم على الأشياء، لكن الحمد لله رب العالمين يحاولون إنه يوفرون حق المواطن سبل المعيشة، والله يوفقهم إن شاء الله. أشكر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ولي العهد، وأشكر وزارة الإسكان على المجهود اللي سووه في حق نحن مواطنين بحرينيين حق الروحة. يعني الإجراءات كلها طيبة الحمد لله، في تباعد ونظام موجود في الوزارة ما شاء الله على مستوى